بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرم وشرف وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري المتوفى سنة 61 و200 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب 51، كتاب التوبة، وفيه 11 بابا. والتوبة جاية من تاب، تاب وثاب وأناب وآب، كلها بمعنى الرجوع. تاب، ثاب، آب، ناب، كل ده بمعنى الرجوع. فهمت؟ يبقى في الأوبة وفي التوبة وفي الإنابة. فالتوبة تكون من الذنب، الرجوع إلى الله من الذنب معناه الإقلاع عنه والندم على فعله والعزم على عدم العود ورد الحقوق للآدميين إن تعلقت بحقوق الآدميين، دي حقيقة التوبة. أما الأوبة فهي الرجوع إلى الله رغبة فيه، والإنابة الرجوع إلى الله خوفا منه، ففي معنى دقيق. يبقى إذا رجعت إلى الله من الذنب كنت تائبا، وإذا رجعت إلى الله رغبة فيه كنت أوابا، وإذا رجعت إلى الله خوفا منه كنت منيبا. أصل التوبة الندم، هو ركنها الأصلي، لأن لو لم يكن هناك ندم ما كان ترك لما أنت فيه، لابد أن تندم. والتوبة واجبة في الحال، التوبة واجبة في الحال على الفور لا على التراخي. يبقى وقت التوبة على الفور لا على التراخي، بمجرد الوقوع في الذنب الإنسان يحدث التوبة، فإن تراخى يبقى الذنب ذنبان، الوقوع في الذنب والتراخي في تركه والندم عليه. فإذا تاب العبد كان في مشيئة الله، إن شاء قبل توبته وإن شاء لم يقبلها، إلا توبة واحدة مقطوع بقبولها، وهي توبة الكافر من كفره بالإسلام، فده مقطوع بقبولها، فإنها تتوب عليه من الكفر. يبقى التوبة الوحيدة المقطوع بقبولها عند الله هو توبة الكافر بالإيمان والإسلام، ده مقطوع بقبولها، الإسلام يهدم ما كان قبله. أما التوبة من سائر الذنوب فغير مقطوع بقبولها، عليك أن تتوب وتسأل الله أن يقبلها، فهي في مشيئة الله، إن شاء قبلها وإن شاء لم يقبل، وهي واجبة بالشرع الشريف لا بالعقل خلافا للمعتزلة، واجبة بالشرع الشريف لا بالعقل خلافا للمعتزلة. المعتزلة قالوا التوبة واجبة بالعقل، والحقيقة أنها واجبة بالشرع. ربنا بيقول توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، نص شرعي تكليفي. قلنا أركان التوبة ركنها العظم هو الندم، ويبقى الإقلاع في الحال والعزم على عدم العود، يبقى تشمل الماضي والحاضر والمستقبل، الندم على ما مضى والإقلاع في الحال كالحاضر والعزم على عدم العود في المستقبل، يبقى تشمل الزمان كله. يبقى التوبة بتشمل كل إيه؟ زمانك، ماضيك وحاضرك ومستقبلك، تشمل الماضي بالندم وتشمل الحاضر بالإقلاع في الحال وتشمل المستقبل بالعزم على عدم العود. وبالتالي لو مات الإنسان
ولم يفعل بعد توبته طاعة فقد قبل بالعزم على عدم العود، لأن نية المرء خير من عمله. فإن أحدث ذنبا ذنوب عديدة وجب عليه التوبة من كل الذنوب، فإن تاب من بعضها ولم يتب من البعض الآخر صح من البعض وبقي عليه معلق باقي الذنوب. يعني لا يشترط أن تتوب من ذنب أن تتوب من باقي الذنوب. يعني واحد مدخن وبيشرب خمر، الاثنين حرام، الخمر من الكبائر، من أشد الكبائر وأخبث الكبائر، والتدخين من الكبائر أيضا بس أقل من إيه؟ من الخمر. فنقول له وجب عليك أن تقلع عن الخمر وعن التدخين. فقول أنا ما أقدرش التدخين، ممكن أقلع عن الخمر. نقول له اقلع عن الخمر الأول، لا يشترط عشان تصح التوبة أن يقلع عن كل الذنوب في وقت واحد. فهمت إزاي؟ فإن تاب عن بعضها وتلبس ببعضها صحت التوبة من البعض وتعلقت في حقه في البعض الباقي. واضح؟ فإن وقع في الذنب بعد التوبة يجب عليه إحداث توبة جديدة ولا ييأس. وكلما أحدث، لو وقع في نفس الذنب اللي خرج منه وجب عليه إحداث توبة جديدة ولا ييأس ولا يقنط من رحمة الله. كل دي أمور متعلقة بالتوبة لابد أن الإنسان يبقى فاهم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الباب الأول من الكتاب 51 كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها، أي الحض على التوبة للعصاة والفرح بها من الله. الإنسان ربنا يفرح بتوبة عبده، ويفرح بمعنى يرضى. يبقى الفرح إذا نسب إلى الله كان بمعنى الرضا. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 28 بعد 107,000، قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، وأنا معه حيث يذكرني. حيث الرواية الثانية في باب الأذكار اللي احنا قريناها حين يذكرني، حين. يبقى في رواية حين وفي رواية حيث. حيث المكان وحين للزمان، وروايتان صحيحتان، وإن كانت رواية حين أكثر إيه أكثر طرقا، ولكن الاثنين صحيحان. وأنا معه حيث يذكرني والله لله. يبقى النبي بيحلف اهو، والله يحلف لتأكيد المعنى، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلات. يعني ده يدل على أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد رضا عظيم، أعظم من رضا الإنسان وفرحه إذا وجد ضالته في أرض مهلكة يكاد يهلك لو لم يجد ضالته. كأنها ردت إليه روحه يعني. والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. هنا تحول الحديث في وسطه إلى إيه؟ حديث قدسي. يبقى بدأ بحديث نبوي وانتهى بحديث قدسي. شفت إزاي؟ دون أن يحول الكلام لأنه مفهوم. قال الله عز وجل، يبقى عن رسول الله وبديه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين حيث يذكرني. وبعدين بعد كده حديث نبوي: والله لله أفرح بتوبة عبدي من أحدكم يجد ضالته بالفلاة. وبعدين رجعنا تاني الحديث القدسي. يبقى بدأ حديث قدسي وفي النص حديث نبوي وبعدين كمل الحديث القدسي.
فهمت بقى ازاي؟ في كلام واحد، في كلام وفي سياق واحد، اهو قدامك سياق واحد، تاخد بالك من الحاجات اللطيفه دي. كانه حديث قدسي ادرج النبي كلامه في وسطه. فهمت بقى ازاي؟ يسموه مدرج. يبقى في كلام نبوي مدرج في وسط الحديث القدسي. هو بدايته اهو. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، فلما قال الله عز وجل اسمه حديث قدسي. مش كده برضه؟ أنا عند ظن عبدي بي، مين اللي بيقول أنا هنا؟ رب العالمين. وأنا معه حيث يذكرني، وفي رواية حين يذكرني، عشان يذكر الزمان والمكان، لأن إحنا قلنا مرتبطان، الزمان والمكان مرتبطان. والله، هنا دخلنا في حديث نبوي، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح. خلصنا الحديث النبوي المدرج، دخلنا تاني نكمل الحديث القدسي. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. يعني كأن الله يقبل على العبد أسرع من إقبال العبد إليه، إذا أقبل العبد على الله، إذا أقبل ببطء الله يقبل عليه إيه؟ أسرع منه وأضعاف السرعة، لكمال وده بعباده ولطفه بعباده ومحبته لهم سبحانه وتعالى. وهذا الحديث سبق الكلام عليه في كتاب الأذكار قبل ذلك. وعن أبي قال حدثني عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله، واللام الأولانية اسمها لام التأكيد، لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجده. شوف انت اما يبقى ناس عايشه في صحراء، اما يبقى مسافر في الصحراء دي ومعاه الدبه بتاعته، الدبه بتاعته دي عليها زاده وزواده، عليها طعامه وشرابه، وهي اللي بتنقله في الصحراء. فلو ضاعت منه دبته، ضاع منه زاده وزواده وركوبته، معنى مات، كانك رميته في المحيط، غرق. الصحراء دي زي المحيط بالظبط، بل اشد. فهمت ازاي؟ لا نجاة فيها، كأنها بحر، بحر رمال كده. فهم؟ فيبقى ايه النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه هنا تشبيه يناسب البيئة اللي بيكلم العرب فيها، وهم عارفين قد ايه الدابة بتاعته لما تضل منه في صحراء قفراء لا شيء في معنى مات. فإذا نام ووجدها كأن ردت إليه روحه. فقد ايه فرح. فهمت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يبين شده الفرح وشده الرضا. يبقى الفرح للعبد هو اهتزاز ايه؟ قلبه نشوه بشيء طرأ عليه. واخد بالك ازاي؟ لكمال رضاه. لكن الرضا الى الله ما فيش فيها الاهتزاز ده بقى والمفاجاه. فيها المعنى النهائي للفرح وهو الرضا. لان الله لا يفاجئه شيء. فهمت؟ يبقى الفرح إذا نسب للعبد له معنى، وإذا نسب لله له معنى يليق به سبحانه وتعالى. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان وحدثنا جرير عن الأعمش، الأعمش اللي هو سليمان بن مهران، عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال دخلت على عبد الله أعوده وهو مريض، عبد الله بن مسعود، فحدثنا بحديثين، حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثا عن نفسه يعني عظة موقوفة عليه، يعني من كلامه هو، وحديثا عن رسول الله. فهمت بقى ازاي؟ حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية
او دوية بفتح الدال وكسر الواو، دوية يعني مهلكة، عارف دوية يعني مهلكة، يعني لا نبات فيها ولا اثر للحياة فيها، دي معنى دوية، يعني صحراء لا نبات فيها، قاحلة، من ارض دوية مهلكة، معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. ده يدلك على أن ود الله من سبحانه وتعالى لعبده أكثر من ود العبد لربه، هو الودود سبحانه وتعالى. وما جابش بقى الحديث اللي عن نفسه، عرفناه منين؟ من سنن الترمذي ومن باقي الكتب. الحديث اللي عن نفسه قال ايه؟ سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ان الكافر ان المؤمن يرى ذنوبه كالجبل فوقه يكاد ان يقع عليه خائف، والكافر يرى ذنوبه كالذباب حط على انفه فقال له هكذا. حديث نبوي. وحديث نبوي. بس هنا قاله موقوفا. يعني واحد قاله موقوفا والاخر قاله مرفوعا. فهمت؟ وعن ابي قال وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن ادم عن قطبه بن عبد العزيز عن الاعمش بهذا الاسناد، وقال من رجل بداوية، مش دوية بقى، داوية، يعني حط فيها ألف زيادة، بداوية من الأرض. وإحنا قلنا بداوية من الأرض يعني إيه؟ صحراء لا نبات فيه. معنى واحد، دوية وداوية، داوية ودا إيه ودوية، يعني بألف وبغير ألف. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمارة بن عمير قال سمعت الحارث بن سويد قال حدثني عبد الله حديثين، أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن بمثل حديث جرير. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سماك قال خطب النعمان بن بشير فقال لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل ذلك، كأن الكلام موقوف عليه، كأن النعمان بن بشير هو اللي بيقول الكلام اهو، ما قالش قال رسول الله، فاهم؟ يبقى يسموه ايه؟ موقوف وله حكم المرفوع. يبقى ده موقوف وله ايه؟ حكم المرفوع. ليه؟ لأنه بيخبر عن الله، ولا سبيل لإنسان أن يخبر عن الله إلا أن يكون يوحى إليه، فطالما بيخبر عن الله يبقى ده له حكم المرفوع. فهمت بقى؟ فقال لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده، والمزاد اللي هو وعاء الجلد اللي يوضع فيه الماء، يعني ده المزادة، حمل زاده يعني طعامه ومزاده يعني ماءه على بعير ثم سار حتى كان بفلاة من الأرض، فأدركته القائلة، القائلة اللي هي شدة الظهيرة، يسموها القائلة إيه؟ القائلة لأنها إيه؟ الإنسان بيقيل فيها، يعني بيدور على ظل في اللحظة دي. فأدركته القائلة فنزل فقال تحت شجرة فغلبته، فقال يعني إيه؟ استراح القيلولة، فقال تحت شجرة يعني استراح القيلولة، فقال هنا من القيلولة وليست من القول، فقال تحت شجرة فغلبته عينه يعني نام، وانسل بعيره يعني انسلت بعيره ايه من لجامه وجري في الصحر، فلما صح ما لقاش بعيره، وانسل بعيره فاستيقظ فسعى شرفا فلم يرى شيئا، سعى شرفا
يعني فضل طلع بيدور على بعيره لحد ما لقى حاجه مرتفعه، شرف يعني مكان مرتفع عشان ينظر حوله، ينظر على الى بعيره، او شوطا، شرفا هي بمعنى شوطا او معنى مكان مرتفع. فلم يرى شيئا، ثم سعى شرفا ثانيا فلم يرى شيئا، ثم سعى شرفا ثالثا فلم يرى شيئا، فاقبل حتى اتى مكانه الذي قال فيه. فبينما هو قاعد اذ جاءه بعيره يمشي حتى وضع خطامه في يده، فلله اشد فرحا بتوبه العبد من هذا حين وجد بعيره على حاله. قال سماك: فزعم الشعبي ان النعمان رفع هذا الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم، واما انا فلم اسمعه انه رفعه يعني، لكن لا حكم المرفوع حتى لو لم يرفعه، لانه بيخبر عن الله، ولا سبيل لانسان ان يخبر عن الله الا ان يوحى اليه، والذي يوحى اليه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان كده له حكم المرفوع. وعن ابي قال: حدثنا يحيى بن يحيى وجعفر بن حميد، قال جعفر حدثنا وقال يحيى اخبرنا عبيد الله بن اياد بن لقيط عن اياد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته تجر زمامها بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب، وعليها له طعام وشراب، فطلبها حتى شق عليه، ثم مرت بجذل شجرة فتعلق زمامها. يعني مرت الايه الدبة التائهة دي بجذل شجرة، يعني اصل شجرة زي جدر شجرة، فتعلق زمامها بجذر الشجره دي فحبستها، ففضلت محبوسه لحد ما ايه جاء صاحبها مسكها. ثم مرت بجذل شجره فتعلق زمامها فوجدها متعلقه به. قلنا: شديدا يا رسول الله، يعني فرح شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما والله لله اشد فرحا بتوبه عبده من الرجل براحلته. قال جعفر: حدثنا عبيد الله بن اياد عن ابي، وعن ابي قال: حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمه بن عمار قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال حدثنا انس بن مالك وهو عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله اشد فرحا بتوبه عبده حين يتوب اليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها. أيس يعني يأس بالنقل، النقل المكاني، أيس ويأس، يا تجيب اليه الأول والهمزة بعديها، يا تجيب الهمزة الأول اسمها النقل المكاني، القلب المكاني، قلب مكاني، يبقى إيه زي حفر وفحر، مش كده برضه؟ فدي كلها ايه زي غردقه وارقده، يعني احنا نقول الغردقه وهي اصلا الغرقده، لان كان يهود مصر بيزرعوا فيها الغرقد، فهمت ازاي؟ فسموها الغرقده، فالمصريين قلبوها لقوا ان الغردقه اسهل بالنطق فسموها غردقه وبقت مدينه الغردقه، خدت بالك؟ فالقلب المكاني ده مشهور في لغه العرب. هنا برضو ايس بمعنى يائسه. فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يبقى ربنا لا يؤاخذ بالخطأ اللساني، لكن الوهابية يؤاخذه بالخطأ اللساني، فهمت ازاي؟ الحمد لله الذي عافانا، وان اللي هيحاسبنا ربنا مش الوهابيه. الحمد لله ان اللي بيحاسبنا ربنا، لان ربنا لطيف بعباده. لو هم حاسبوا نفسهم يدخلوا نفسهم النار. شوف لو حاسب نفسه هيدخل نفسه النار. لكن ربنا الطف بنا من انفسنا على انفسنا. اللهم انت عبدي وانا ربك اخطأ من شده الفرح. دليل ان هو يعني فقد حتى تمييزه للكلام من شدة فرح، فمش عارف يميز الكلام. وعن أبي قال: حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم
إذا استيقظ على بعيره قد أضله بأرض فلاه. وعن أبي قال وحدثني أحمد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن محمد بن قيس قاص عمر وفي رواية قاضي عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز لما أخذ عمر بن عبد العزيز لما كان والي على المدينة كان له هذا القاص كان يقص عليه. عن محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز عن أبي صرمة عن أبي أيوب أنه قال حين حضرته الوفاة كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم. يبقى سيدنا أبي أيوب ما رضاش يقول الحديث ده إلا على فراش ما وفاته مخافة أن يتكل الناس ويتجرعوا على الذنوب. فهمت؟ فقاله على فراش الموت مخافة أن يكون كاتما للعلم. واضح؟ مخافة أن يكون كاتما للعلم. لكن الحقيقة أن هذا الحديث لا يجرع على الذنب، لكن هذا الحديث يبين فضل الله على عباده. والنبي لما قاله ما قالهوش علشان الناس تتجرع على الذنب، ده قاله حتى يكون الناس أكثر أملا وظنا في حسن فرح الله بهم، فيقوم يقلعوا عن الذنوب سريعا. فهمت ازاي؟ ويعرفوا الله أنه تواب، لأن لولا الذنوب ما كنت عرفت أن الله تواب. لو انت معصوم ما عصيتش خالص هتعرف ان ربنا بيتوب عليك ازاي؟ ما هو لابد تقصر علشان تعرف ان ربنا يكملك. فهمت؟ لابد تبقى ايه تقع في المعصيه تقوم تشوف ربنا سبحانه وتعالى لطيف بيك وانه يقبلك ويرحمك، واذا رجعت اليه لا يطردك. فالذنوب عرفتك ان الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده وانه غفور رحيم. لولا الذنوب ما كنتش ادركت الغفران ولا الرحمه من الله. لا تدرك من الله إلا الجلال، لكن لم تدرك من الله الجمال إلا بفعل الذنوب. تعصاه ويسترك، تعصاه ويرزقك، تعصاه وإذا تركت المعصية فرح بك أشد من فرحي بك قبل فعل المعصية. فهمت إزاي؟ شوف قد إيه بقى ربنا قد إيه لطيف بينا. الأنبياء معصومون، الأنبياء معصومون، لكن الأنبياء يستغفرون لأممهم لذنوب أممهم. فهمت؟ لأن الأنبياء معصومون. لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يذنبون يغفر لهم. يغفر لهم إمتى؟ لما يتوبوا. مش يذنبون ويستمروا على الذنوب وبعدين يغفر لهم، لا، يغفر لهم يعني يغفر لهم إذا تابوا. يبقى في قيد هنا معتبر غير مذكور، لكن قيد معتبر. وعن أبي قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عياض وهو ابن عبد الله الفهري قال حدثنا إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن محمد بن كعب القرضي عن أبي صرمة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبي أيوب الأنصاري مدفون فين؟ في اسطنبول، ومات عنده إيه؟ فوق 90 سنة. خرج في فتح في الفتوحات وعنده فوق 90 سنة، يعني ما زال يجاهد وعنده فوق 90. شوف عمره فوق 90 وخرج يجاهد حتى وصل مشارف اسطنبول. وبعدين قال لهم إذا ما مت فادفنوني حيث أموت، كأنه كان حاسس بنفسه، فوقع من فوق دبته ومات سرع، فدفن هناك. وله مسجد كبير، مسجد ايه يسموه السلطان ايوب هناك، الجماعة الاطراف يسموه ايه السلطان ايوب رضي الله عنه وارضاه. عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لو انكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم لجاء الله بقوم لهم ذنوب
يغفرها لهم، يلقنهم التوبة عشان يغفرها لهم، ويعلم الملائكة انه غفور رحيم، لان الملائكة ما كانتش تعرف ان ربنا غفور رحيم الا لما سيدنا ادم اكل من الشجر، فاهم؟ ما كانتش تعرف الحكاية دي. فيبقى سيدنا ادم علمهم وعلم ابنائه التوبة. وعن أبي قال حدثني محمد بن رافع قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون. شوف القيد مذكور هنا في الحديث أهو، فيستغفرون الله فيغفر لهم. ونقف على باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامتداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.